وأصبح القابض على دينه كالقابض على الجمر، وبات كل من يأتي يفسر القرآن حسب أهوائه، فلنتبين من أين ومن من نستلهم العلم. في طيهة هذا الحديث نرحب جميعا بسماحة الأب الشيخ محمود العالي، فليتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. استريحوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا النبي الأمين والسراج المنير أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الأخوة الكرام، أبارك لكم هذه الأيام الكريمة الفاضلة، أيام شهر رمضان، شهر الطاعة والمغفرة والرحمة. نسأل الله لنا ولكم قبول الأعمال وقبول صالح الأعمال بأحسن القبول إن شاء الله. كما أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للأخوة القائمين على هذا البرنامج، وأود أن أعرب عن تقديري للأخوة القائمين. اليوم نحن بحاجة إلى مثل هذه البرامج التوعوية، وخصوصا استغلال هذه الأيام وتوظيف هذه الفترات الزمانية لما يخدم وينفع في خدمة القرآن الكريم. يقول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه الآية بحسب منطوقها تعهد رباني من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ القرآن الكريم، وحفظ القرآن الكريم له مستويات متعددة. أهم هذه المستويات هو حفظ القرآن الكريم على مستوى اللفظ، بمعنى أن القرآن الموجود بين الدفتين هو الكتاب الذي أنزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من دون زيادة ولا نقيصة. ولذلك استدل علماؤنا بهذه الآية على مصونية القرآن عن التحريف بالزيادة أو النقيصة، بمعنى أن القرآن المجموع بين أيدينا هو ذلك الكتاب المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دون زيادة، باتفاق جميع علماء المسلمين أن هذه الآيات ليس فيها ما هو زائد، وليست نقيصة بإجماع علماء الشيعة الإمامية وسائر المدارس. هذا مستوى من الحفظ، وهو حفظ القرآن عن الزيادة والنقيصة. المستوى الثاني من الحفظ هو الحفظ المعنوي، والمقصود من الحفظ المعنوي أن القرآن لا يمكن أن تجمع الأمة كأمة على تحريف مضامينه، ولو وجد من يذهب إلى بعض المعاني الباطلة في تفسير الآيات، إلا أنه قطعا بمقتضى ما ورد في حديث الثقلين من قرن العترة الطاهرة بالكتاب العزيز
وأن أحد أدوار العترة الطاهرة وأحد المهام التي تقوم بها العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم هو الإنكار على من يتلاعب بمضامين القرآن. ولذلك لا تجد رأيا شاذا يستند في شذوذه أو يحاول أن يؤصل لشرعنة رأيه أن يعتمد على القرآن إلا وتجد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ينكرون على صاحب الرأي ما يذهب إليه ويبينون بطلان ما استند إليه فيما فهمه من الآيات. فمثلا هناك من يذهب إلى أن الله سبحانه وتعالى جسم، أو يذهب إلى القول بعصمة بصدور المعصية من الأنبياء، أو يقول مثلا بأن نسل الإنسان تكون من نكاح الأخوة والأخوات وأمثال ذلك من هذه الآراء، سواء كانت في أصول الاعتقاد أو كانت في الفروع الفقهية أو غيرها من المعارف الدينية. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ينكرون على هؤلاء الذين يذهبون في آرائهم ويستندون في القول بهذه الآراء إلى القرآن، يبينون أن الآية ليس هذا هو المراد منها، وليس هذا هو المقصود منها، وليس هذا هو المعنى الذي يستند إليه أصحاب هذه الآراء الشاذة أو الآراء الباطلة في القرآن يستندون فيه إلى القرآن الكريم. وهذا يعني أن القرآن بهذا المستوى بلحاظ وجود العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم التي هي عدل القرآن الكريم، معناه أن الأمة لا يمكن أن تجمع على تحريف القرآن مضمونا لوجود أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم الذين ينفون ويتصدون لتفنيد التحريف المضموني. فكما أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم حفظوا القرآن من خلال ما ورد عندنا أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جمع القرآن، وأن هذا القرآن الذي يقرأ هو ذلك القرآن الذي جمعه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كذلك أيضا القرآن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تصدوا لنفي التحريف المضموني. التحريف المضموني لا يمكن أن ينعقد عليه إجماع الأمة، وهذه مسألة مهمة، أن تجمع الأمة كل الأمة على تحريف مضمون القرآن الكريم لا يمكن، وذلك لوجود العدل الثاني وهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم الذين يتكفلون بتفنيد التحريف المضموني للقرآن الكريم. وعلى هذا الأساس عنوان هذه المحاضرة هو المدارس التفسيرية. المسلمون اهتموا منذ اليوم الأول بالقرآن الكريم، واهتم المسلمون على مرور الزمن بالقرآن الكريم بمستويات متعددة وبأشكال مختلفة، وإن كان هذا الاهتمام مع الأسف اقتصر في أكثر جهوده على مسألة الشكليات، واقتصر على بعض الجهات التي تحاول أن تركز على الشكل دون المضمون. فنجد أن المسلمين اهتموا بالقرآن الكريم على مستوى الطباعة، على مستوى الإعراب، على مستوى الترتيل، على مستوى التجويد. هذه اهتمامات في غالبها هي تكون شكلية، ركز على الشكل، في مقابل التركيز على الشكل غيبت مضامين القرآن في مساحات واسعة من حياة المسلمين. وهذا هي إحدى مشاكل المسلمين في تعاملهم مع القرآن الكريم، أنه التركيز يكون دائماً على الشكليات، في حين أن المضمون القرآني قد غيب في جوانب مهمة
وجوانب مفصلية من حياة المسلمين. وهذا ما عانته الروايات من هجر القرآن الكريم فيما ورد في قوله تعالى من شكاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا ربي إن قومي اتخذوا القرآن هذا القرآن مهجورا. ورد في تفسيرها أن الأمة هجرت الثقل الأصغر، لكن كيف الربط بين هجران القرآن وترك الثقل الأصغر؟ لأن القرآن من دون الثقل الأصغر تكون معارفه منتقصة، لا يمكن لنا في كثير من الحالات أن نستفيد من هذه المعارف إلا بواسطة بيان الإمام صلوات الله وسلامه عليه، إلا بواسطة المفسر الحقيقي وهو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولكن بما أن الأمة أنكرت مرجعية الأئمة، أنكرت مرجعيتهم سواء كانت مرجعيتهم السياسية أو كان مرجعيتهم المعرفية والفقهية والدينية، إنكار الأمة لمرجعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في بعديها، البعد السياسي والبعد المعرفي، هذا هو هجر للقرآن، حقيقة هجر للقرآن، لأن القرآن من دون وجود الإمام المعصوم مرجعيته لا يمكن للإنسان أن تكتمل معارفه من خلال القرآن وحده إلا بواسطة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا الاهتمام من المسلمين بالقرآن الكريم مع إضافة شيء آخر وهو ما ذكرته الآن من إنكار الأمة لمرجعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، سواء كانت المرجعية السياسية التي اتفق أكثر المسلمين وغالب المسلمين على نفيها عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من خلال عدم الإيمان بالنص على إمامة أمير المؤمنين وأبناء المعصومين، أو من خلال إنكار مرجعيتهم الدينية. وهذا هو شيء من المفارقات العميقة التي تعيشها الأمة. مع وجود حديث الثقلين الذي يتفق المسلمون على صدوره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما عدا رواية مالك، وإلا الرواية على ما ذكره أئمة الحديث من السنة أن الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي سنتي، ورد في موطأ مالك، ولم يوجد في المصادر الروائية أبدا. أهم المصادر كصحيح مسلم وما جاء بعده من السنن وغيره: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، بما فيهم صحيح مسلم وغيره. هذا الإنكار لمرجعيتهم الدينية على مستوى المعارف، على مستوى الفقه، على مستوى بيان الدين بمنظومته المتكاملة سواء كانت المنظومة التشريعية أو المنظومة العقائدية، هو عبارة عن إنكار هذا الحديث وإدارة الظهر لهذا الحديث. هذا حديث متفق عليه، حديث متسالم عليه بين المسلمين. مصادر المسلمين الأولى أجمعت على أن الحديث صدر عنه صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ عترتي وليس بلفظ سنتي، في حين أن الأمة لم تتعامل مع الأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كمرجعية دينية يرجع إليها في أخذ معالم الدين، سواء كان في البعد التشريعي أو في غيرها من الأبعاد المعرفية الدينية. فهذا هو تناقض ومفارقة كبيرة وعميقة تعيشها الأمة بين هذا الحديث الذي يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين المستوى الواقع العملي الذي لا يتعامل مع أئمة أهل البيت كمرجعية فقهية ومرجعية دينية جعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم موازية للقرآن،
حيث قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا الاهتمام من قبل المسلمين بالقرآن مع إقصاء مرجعية أهل البيت، مرجعيتهم الدينية، مرجعيتهم على مستوى بيان الدين في أبعاده المعرفية، ولد مدارس متعددة في كيفية التعامل مع القرآن، كيف يتعاملون مع القرآن الكريم. وجدت مناهج متعددة، وجدت مدارس متعددة في كيفية التعامل مع القرآن، سواء كانت المدرسة التي عرفت بتفسير القرآن بالمأثور، هذا منهج من المناهج الذي تعاطى مع القرآن الكريم على أساس تفسير القرآن بالمأثور، ومعناه أنه لا يمكن لنا أن نفسر القرآن إلا بما جاء عن النبي، ومع توسيع هذا المعنى والمضمون لآثار السلف، لأن التفسير بالمأثور أيضاً دائرة مي واضحة، مفهوم مو واضح. هل المقصود التفسير بالمأثور خصوص تفسير القرآن بالروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أنه المقصود بالمأثور ما يشمل تفسير القرآن بالآثار المروية عن السلف، سواء كانوا من الصحابة أو من التابعين أو تابع التابعين أو علماء آخرون؟ البعض يذهب في أن التفسير بالمأثور هو أعم من التفسير بخصوص الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله، بل يعممها إلى أقوال الصحابة، وهذا ما تجدونه لما أنتم تفتحون التفاسير القرآنية. خب، هذه التفاسير التي مشحونة بالمأثور، سواء كان تفسير ابن كثير، تفسير القرطبي، أو تفسير السيوطي، أو غيرها من تفاسير المسلمين المعروفة، لا يقتصرون في تفسير الآيات والمداليل على خصوص المرويات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل تجدهم يأخذون في تفسير الآية بأقوال الصحابة وبآثار السلف من العلماء، علماء متأخرين مثل الشافعي، مثل أبي حنيفة، مكحول، أبو سفيان بن عيينية، وأمثال من العلماء. وهنا تساؤل كبير: ما مدى حجية تفسير القرآن بآثار السلف ما عدا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو إن هو إلا وحي يوحى، النبي قوله فعله تقريره حجة، لكن التعميم عند مدرسة تفسير القرآن بالمأثور إلى التفسير بأخذ أقوال السلف من العلماء بما يشمل القرطبي والطبري وغيرهم، هذا ما هو الدليل عليه، ما هو الدليل على حجية تفسير القرآن بأقوال هؤلاء. مدرسة التفسير بالمأثور أكبر إشكال عليها، مع غض النظر عن الروايات التي جاءت في تفسير القرآن من حيث الاعتبار سنداً، لأن الروايات الواردة في تفسير القرآن بالمأثور بعضها من حيث السند ليست تامة، يوجد عليها إشكالات سندية. إذا تجاوزنا هذه المشكلة من حيث أن الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير القرآن في بعض أسانيدها لا تتوفر على شرائط الاعتبار وشرائط الحجية، يبقى الإشكال في التعميم. لماذا أنتم تعممون حجية التفسير لأقوال التابعين والصحابة والسلف؟ هذا هم إشكال يسجل على مدرسة تفسير القرآن بالمأثور. كما أنه أيضاً تولدت مدرسة أخرى، وهو التفسير العقلي، مدرسة التفسير العقلي، بحيث أنه يتعامل مع النص القرآني كما يتعامل مع قطعة فلسفية تماماً للفارابي أو لابن عربي أو لغيرهم من فلاسفة الإسلام.
هذا التعامل مع القرآن الكريم ك يعني كلام أو قطعة لمتن من المتون العقلية، مثل ما إنسان يريد الآن يشرح عبارة أسفار من لصدرة أو من منظومة الحاج هادي السبزواري أو غيره، خب هذه متون عقلية، متون عقلية تتناول قضايا عقلية، موضوعات عقلية. لكن هل القرآن الكريم من هذا القبيل يتعامل معه على أساس أنه نص عقلي تماماً، فيتعامل معه مع الأدوات التي نتعامل بها مع النصوص الفلسفية؟ هذا الاتجاه العقلي أفرط كثيراً في تفسير القرآن بالعقل، تولد من هذه المدرسة وهي تفسير القرآن بالعقل ما يعرف بالتفسير الباطني، التفسير الباطني الذي يذهب إلى أن القرآن ليس المقصود منه هذه الظواهر، ليس المقصود من القرآن هذه الظواهر، بل المقصود منها معاني أبعد. فمثلا الأمر بالوضوء يأتي ويفسره، لأن هذا نمط من أنماط التفسير العقلي، نمط من أنماط التفسير العقلي، نموذج من نماذج التفسير العقلي والتفسير الباطني. لما أن يأتي إلى آية الوضوء فيقول أن المقصود بالغسل ليس هو الغسل بالماء، وإنما المقصود به هو التطهر، تطهر النفس من الذنوب بالتوبة، أو مثلا تطهير النفس بمتابعة الإمام المعصوم، أو أنه تفسير تطهير النفس من خلال المتابعة للمريد وإطاعة الشيخ شيخ الطريقة. خب هذه كلها خروج عن الظاهر القرآني بلا دليل وبلا حجة، سواء فسرنا مثل الأمر بغسل الوجه وغسل الذين هو عبارة عن تطهير النفس من الذنوب بالتوبة، أو قلنا أنه عبارة عن تطهير النفس من خلال متابعة الإمام المعصوم والالتزام بقول الإمام المعصوم، أو قلنا أن المقصود عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، مساكم الله بالخير، أو قلنا أن المقصود من الأمر بغسل اليد وغسل الوجه هو لزوم متابعة الشيخ شيخ الطريقة المريد المربي كما هي في أدبيات المتصوفة والعرفاء. هذا نمط من أنماط التفسير العقلي. هذا التفسير بما أنه فيه خروج عن الظواهر القرآنية بلا دليل وبلا بيان، مع أن القاعدة المقررة هو لزوم الأخذ بكل ظاهر، القاعدة المقررة هكذا أنه يجب الأخذ بالظواهر ما لم يمنع منها دليل عقلي أو يردع عنه نص معتبر. هي القاعدة. أنا لما أتي إلى أي ظاهر قرآني ما يمكن أنه أترك هذا الظاهر وأأتي له بمعنى آخر مدعيا أن المقصود من الآية وما قصده الله عز وجل هو هذا المعنى وهذا اللفظ ليس هو المقصود. هذا من أكبر التجاوز على القرآن الكريم، عندما نقول أن هذه الظواهر ليست هي المرادة وليست هي المقصودة، وإنما المقصود معاني ما وراء اللفظ، هذه المعاني الباطنية، ويؤتى لها بتوجيهات من دون دليل. أو مثلا كما عند الغلاة أن الله لما أمر بالصلاة قالوا المراد بالصلاة هو الرجل، والمقصود بالرجل هو الإمام المعصوم، فمن والى هذا الرجل فقد أقام الصلاة، وأن المقصود من الخبائث والفواحش التي نهى الله عز وجل عنها هي أعداء أهل البيت، فمن اجتنب هذه الفواحش من الخمر، فمن أبغض هذا الرجل الذي يمثل العدو لأهل البيت فقد اجتنب هذه الفواحش. هذا معنى أن هذه الألفاظ والظواهر أصلا ليست مقصودة، وإنما هي ترميزات إلى هذه المعاني، وهذا
يحتاج كما يقول العلماء إلى أن نأتي بقواعد خاصة في اللغة العربية خلاف هذه القواعد التي نسير عليها. فالتفسير العقلي سواء كان الباطني الذي يذهب إليه الغلاة والباطنيون وغيرهم، هذا أيضا تفسير من التفاسير الخاطئة والتي تمثل تجاوز كبير على القرآن الكريم. يبقى هنا السؤال، يبقى في ذهن الإنسان سؤال، وهو أنه ورد في رواياتنا الكثير مما يعرف بروايات البطون، وأن القرآن له ظاهر وله باطن، والباطن له باطن إلى 7 أبطن، وفي بعضها إلى 70 ماذا باطن. خب هذا أيضا موجود في روايات أهل البيت القول بالباطن. هنا نقطة فارقة بين التفسير الباطني الذي يذهب إليه الغلاة والقائلون بالبطون أو الصوفية، وبين ما تشير إليه الروايات الواردة عن أهل البيت صلاة الله وسلامه عليهم من أن كل ظاهر معه ماذا باطن، يعني لكل كلام ظاهر بطن، ووراء البطن بطن، وراء البطن بطن، إلى 7 بطون. هنا لابد أن نلتفت، الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت في الباطن يقصد بهذا المعنى أن الظاهر مراد، مو الظاهر ليس مراد، الظاهر مراد، لكن هناك مستوى من الحقائق التي يحملها هذا اللفظ الإنسان العادي، النفوس العادية لا تصل إلى هذه المعاني التي يحملها اللفظ، وإنما يتوصل إليها ذلك الشخص الأوحدي من الناس المتصل بعالم الغيب، وليس إلا الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. كتاب مكنون لا يمسه إلا الطهرون، هذا المس يعني الوصول إلى حقائقه. لكن فكرة الباطن في روايات أهل البيت صلاة الله وسلامه عليهم لا يقولون بأن الظاهر أصلا ليس مراد، الظاهر مراد ومقصود، والله سبحانه وتعالى من خلال هذه الألفاظ الظاهرة خاطبنا، ولكن وراء هذه الظواهر أيضا يوجد ماذا معنى. هذا المعنى العقول العادية، النفوس العادية، النفوس التي ليس لها ارتباط بعالم الغيب تقصر عن الوصول إلى هذا المعنى الباطني. أما الباطنيون الذي يقولون بهذا التفسير وهم نموذج من نماذج التفسير العقلي يقولون بأن هذه الظواهر أصلا ليست مرادة، لما الله سبحانه وتعالى قال أقيموا الصلاة ليس المقصود هذا المعنى، وإنما المقصود أقيموا الصلاة يعني والوا الإمام المفترض الطاعة، اتبعوا الإمام المفترض الطاعة، يعني حملوا هذه الألفاظ على ترميزات وأنها رموز إلى معاني، هذه المعاني تخفى علينا، وهذا قطعا ليس هو المراد بروايات البطون. روايات البطون تقول هذه الظواهر مرادة، الصلاة هي الصلاة، أقيموا الصلاة هي هذه، اجتنبوا الفواحش واجتنبوا الإثم واجتنبوا قول الزور وغير ذلك، مراد هذه هي المعاني الظاهرية. لكن هناك معنى خفي على عقولنا لا يمكن للإنسان أن يصل إليه إلا بواسطة الإمام المعصوم صلى الله وسلامه عليه. فإذا يوجد فارق بين التفسير الباطني الذي هو قسم من التفسير العقلي وبين فكرة البطون الموجودة في روايات أهل البيت صلى الله وسلامه عليهم. والخلاصة أن روايات البطون تقول هذه الظواهر مرادة، مو ليست مرادة، مرادة، بخلاف التفسير الباطني عند أهل الباطن الذين يقولون أن هذه الظواهر أصلا ليست بمرادة أصلا، وإنما هي ترميزات إلى معاني. المهم في الموضوع موضوع المدارس مع وجود التفسير بالمأثور والذي أيضا يندرج تحت تفسير باللغة، تفسير باللغة أيضا تفسير بالمأثور يدرجه علماء التفسير تحت التفسير بالمأثور. المهم من هذه المدارس والأخطر من هذه المدارس
ليس مدرسة التفسير بالمأثور، وليست مدرسة التفسير العقلي. الأخطر من هذه المدارس هي مدرسة التفسير بالرأي، وهذه أخطر التحديات التي تواجه القرآن الكريم إن صح لنا التعبير. أخطر شيء يمثل خطراً حقيقياً على القرآن هو التفسير بالرأي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المروي الذي رواه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الله قال جل جلاله: ما آمن بي من فسر برأيه كلامي. اللي يفسر برأيه كلام الله عز وجل هذا لم ينطوي قلبه على الإيمان الحقيقي. تفسير بالرأي هو أخطر ما يمثل خطر حقيقي أمام القرآن الكريم، هو هذا الاتجاه وهو التفسير بالرأي. التفسير بالرأي اللي حذرت منه روايات أهل البيت وحذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المعروف أيضا والمشهور: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. تحذير من تفسير القرآن بالرأي له نموذجان. تفسير القرآن بالرأي له نموذجان. النموذج الأول أن يأتي بخلفياته الفكرية والاعتقادية ويحملها على القرآن الكريم، فيقول أن الآية تقصد ما نقوله، وأن هذه الآية تدل على ما نريده، وأن هذه الآية تدل على معتقدنا، وأن هذه الآية تدل على مذهبنا. هذا اللي يصنع تقريباً أصحاب الاتجاهات الفكرية. أصحاب الاتجاهات الفكرية سواء كانت عقائدية أو غيرها دائماً يحاولون أن يطوعون آيات القرآن لأفكارهم ولتوجهاتهم ولاعتقاداتهم، فيؤسس فكرة ويؤسس معتقد حتى يعطي هذا المعتقد وجاهة من جهة دينية، يفسر الآيات ويوظف هذه الآيات لمعتقده لتوجهه لرأيه، وهذا واضح. مثلا كما لا يخفى عليكم، المجسمة التي كانت تعتقد بأن الله جسم وأنه كباقي المخلوقات وأنه ينزل ليلة الجمعة وأنه ينزل على حمار وأنه يلبس نعلان من وغير ذلك مما هي مشحونة به كتب التجسيم. خب هؤلاء آمنوا بأن الله جسم. خب حتى يصححون هذا المعتقد ذهبوا إلى الآيات التي ظاهرها التجسيم، يد الله فوق أيديهم، أو مثلاً الآيات اللي تدل على أنه مضمون الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بما أن الآية ظاهرها إثبات الوجه قالوا هذه الآيات تدل على ما نذهب إليه، أن الله له يد، الرحمن على العرش استوى، وأمثال ذلك. فهما أولاً أسسوا هذه الفكرة، أسسوا هذه العقيدة، ثم جاءوا إلى الآيات القرآنية وأخضعوا الآيات القرآنية لرأيهم لمعتقدهم لتوجهاتهم. أو مثلا القول بالجبر، أن الإنسان لا دخل له في أفعاله أصلا، أفعاله تصدر منه جبرا، لا يمكن أن يصدر منه فعل بالاختيار، كل أفعاله تصدر منه بالجبر. أولا أسسوا هذه الفكرة وأن الإنسان ليس بمختار، وإنما هو مجبر في كل أفعاله، كل حركاته، كل سكوناته، هو مجبر، أفعاله مخلوقة له وليس له إرادة فيها. جاءوا إلى الآيات وقالوا: الله خلقكم وما تعملون. الله مو بس خلقنا وخلق ماذا؟ عملنا. فإذن الجبر يقول به القرآن الكريم. تعال مثلا إلى نموذج ثالث
جاءوا وصححوا أن كل من تغلب على الأمة ولو بالقوة ولو بالسيف واستولى على مقاليد السلطة يجب اتباعه. ليش؟ لأن الله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا صار من ولي الأمر، يجب ماذا؟ طاعته. فهم أولاً أسسوا هذه الفكرة وآمنوا بها وقالوا بأن كل من تغلب على أمر الأمة ولو بالسيف ولو بالقوة وأخذ مقاليد السلطة بهذه الطريقة يجب طاعته، لأنه يندرج تحت قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا الاتجاه هو تفسير بالرأي. ليش؟ لأن أنت جئت محملاً بخلفيتك الفكرية والعقائدية وحملت هذه الفكرة التي تحملها على القرآن الكريم، هذا جداً ماذا؟ خطير. ولذلك هناك نص لأكثر من إمام، مو فقط من أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، بل حتى من غير أئمة أهل البيت يحذرون من مثل هذه المنزلق الخطير. ولذلك هناك نص للشهرستاني صاحب كتاب الملل والنحل، ونص للقرطبي، ونص للقاضي ابن العربي، نصوص لهؤلاء الأئمة الثلاثة. لعل الإنسان يقول خب كيف يقولون بهذا المضمون؟ الله سبحانه وتعالى بعض الأحيان يظهر الحق على فلتات ألسن هؤلاء. لذلك مضمون النصوص الثلاثة تشترك مع تطويل وتقصير اختصارا للوقت، مضمون هي النصوص الثلاثة تقول بأنه القرآن تجد أن المرجئ يستدل به، والقدر يستدل به، والخوارج تستدل به، والقائلين بالجبر يستدلون به، والحشوية تستدل به، والروافض يستدلون به. يدل على ماذا؟ يدل على أنه هؤلاء أولاً يؤسسون حسب كلامهم، يؤسسون الأفكار ويبنون معتقداتهم، ثم كل واحد منهم ويأتي للآية ويستدل بها على منهجه. مع أن خب ما يمكن القرآن أن يحمل هذه التناقضات، القرآن الكريم ما يمكن أن يحمل هذه التناقضات. لماذا؟ لأنه لو كان يدل على مذهب مثل ما يقول هذا، على مذهب الروافض الذين ينزهون الله عن الجسمانية، والذين ينفون عن الأنبياء المعاصي، والذين يقولون لا يجوز على الله فعل القبيح أبدا، ويقولون أن الله عادل، ويقولون بأنه لا بد في الحاكم من أن يكون إمام معصوم حتى يجب طاعته. خب إذا كان هؤلاء يستندون في هذه الآراء أن المعصية لا تجوز على الأنبياء، وأن الله عدل لا يجور، وأن الله سبحانه وتعالى من عدله أنه ما يمكن أن تكون أفعالنا مخلوقة له جل وعلا ثم يعذبنا عليها لأن خلاف العدل، ولا يجوز على الله فعل القبيح، وأن الإمام لا، إذا كان يستندون للقرآن، والفرض أنه غيرهم ممن يختلف معهم في هذه الأسس أيضا يستدل، معناه أن القرآن صار مجمع شنو؟ متناقضات. والقرآن لا يمكن أن يحتوي على تناقض، إذ لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. ما يمكن أن يكون هذا القرآن يحمل ويكون مستندا لكل هذه الأفكار العقائدية، لأن النتيجة أن القرآن مشتمل على التناقضات. فمن يقول بأن الله يجوز أن يفعل القبيح، يعني ممكن أن الله يوم القيامة يجي فرعون وهامان ونمرود يدخلهم الجنة، ويأخذ إبراهيم الخليل ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم وموسى معاذ الله يلقيهم في النار، يقول أن الله يجوز عليه فعل القبيح، يجوز عليه فعل، إذا كان هذا موجود في القرآن الله يجوز عليه فعل القبيح، خب ما يمكن أنه أيضا القرآن في نفس الوقت يصف الله سبحانه وتعالى بأنه حكيم عادل. الحكيم العادل لا يمكن أن يصدر منه فعل القبيح. فإذا هذه مشكلة من أخطر المشاكل، هو التفسير بالرأي في نموذجه وشكله الأول، وهو أن يأتي الإنسان محملاً بمجموعة من الأفكار والمعتقدات ويحمل القرآن الكريم على أفكاره ويطوع آيات القرآن لأفكاره. هذا نموذج من التفسير بالرأي.
النموذج الثاني من التفسير بالرأي هو عبارة أن الإنسان يأتي من دون أن يمتلك المؤهلات، ومن دون أن يتوفر على شرائط المفسر، ومجرد يكتفي بهذه الظواهر ويفسر القرآن الكريم. الكثير هالشكل، يعني يأتي إلى الآية ويراها ظاهرة في معنى فيقول هذا هو المقصود، من دون أن يتوفر على المؤهلات وشرائط التفسير. هذا تفسير بالرأي. ليش تفسير بالرأي؟ لأن القرآن الكريم قطعا وإن كان بلسان عربي مبين، لكن ليس المقصود من كونه عربي مبين يعني أنه الكل يفهم من دون هاي المقدمات. لعلني إذا سمح الوقت أرجع إلى هذه النقطة، إذا سمح الوقت، إذا لم يسمح الوقت نتركها. البعض يأتي إلى القرآن الكريم ويأخذ بهذه الظواهر. القرآن الكريم قطعاً مع كونه لا نختلف ولا نناقش في أن القرآن الكريم هو نزل بلسان عربي مبين، لكن هناك قواعد في التعامل مع هذا القرآن الكريم. هي القواعد لابد للإنسان أن يلم بها. إذا لم يلم بهذه القواعد قطعا سوف يكون فهم منتقص، فهم خاطئ، فهم ماذا؟ بعيد. فأضرب لكم مثالا على ذلك حتى تتضح الفكرة. الآن مثلا القرآن الكريم ظاهر الآية المباركة يشتمل على عام، أحكام عامة لو لا موجودة في القرآن، أحكام عامة، أحكام مثلا متشابهة إلى غير ذلك موجود. القرآن الكريم موجود فيه هذا المضمون: أحل الله البيع، الآية الكريمة، وحرم الربا. إنسان يجي يقول الربا بكل أشكاله في جميع تعاملاته محرم. يقول الآية ظاهرة الشكل، مظاهرة أنه أحل الله البيع وحرم، فيه استثناء حسب ظاهر الآية؟ فيه استثناء؟ سؤال لكم، فيه استثناء؟ ليس فيه استثناء. لكن خب لا يمكن للإنسان مجرد أن يرى هذا الظاهر ويقول الربا بكل أشكاله وبكل أصنافه وبكل تعاملاته حرام. ليش؟ لأن خب ما من عام من عندنا إلا وله ماذا؟ وليس بالضرورة أن يكون المخصص في القرآن الكريم. إذن وين السنة؟ السنة التي هي عدل القرآن ومفسر للقرآن ومبين للقرآن وموضحة للقرآن، دورها دور ماذا؟ التوضيح للمرادات القرآنية. أنت لما ترجع إلى السنة المطهرة تجد أن هناك استثناءات من حرمة الربا. أقيموا الصلاة، من فترة ولعلي في إحدى المحاضرات ذكرت هذا الشيء، وهذا من واقع عملي، مو يعني شيء افتراضي، من واقع. جاءني شخص قال خب أنتم ليش تقولون بأنه إذا إنسان يصلي فيما لا يؤكل لحم الصلاة باطلة؟ لو كان على ملابسه أجزاء من شعر حيوان لا يؤكل، مثل القط، مثل ثعلب، مثل أرنب، إلى غير الحيوانات التي لا يؤكل. أو كان لباسه مصنوع من هذه الحيوانات، مع أن الآية الكريمة تقول أقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة ما فيها تقييد، ما قالت الآية أقيموا الصلاة ولا بد أن لا يكون عليكم شيء مما لا يؤكل لحمه، ما موجود، فالآية مطلقة. أقول ليه؟ صحيح، بس أنت حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. هم أيضا أنا أقول لك بهذه النتيجة التي تتفضل بها، لو ما عندنا روايات معتبرة هذه أقيم الصلاة مجملة، أقيم الصلاة، لكن كيف نقيمها؟ ما هي الشرائط المعتبرة؟ ما هي الموانع التي تمنع من صحة الصلاة؟ القرآن الكريم لم يتكفل في غالب آياته لبيان شرائط الصلاة وأجزاء الصلاة وموانع الصلاة، لم يتعرض، لكن أوكل ذلك إلى النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم، الذين هم العذل للسنة. ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. فأنت لما ترجع إلى السنة تبين أنه ما يمكن أن تصلي من
وعلى جسمك وعلى ملابسك أجزاء حيوان لا يؤكل لحمه. لولا السنة نقول لك صحيح، هذا مو شرط، لكن الروايات المعتبرة. فهناك مشكلة موجودة، هي المشكلة ليست يعني يقع فيها أحد الناس، بل يقع فيها حتى الطبقة المثقفة مع الأسف. اليوم أنت تفتح لك كتاب من الكتب، مؤلفنا دكتور أستاذ جامعة مع الأسف، لكن هذه الدراسة تجد فيها الكثير من هذه المطبات، الكثير من هذه المنزلقات. لماذا؟ لأنه مع الأسف ليس ملم بكل هذه المطالب العلمية، وكل ما يرتبط بحاجة الإنسان المفسر، ما هي شرائط اعتبار المفسر؟ هناك شروط لابد أن يلتفت إليها من يريد أن يفسر القرآن. وأؤكد كما أكدت في محاضرات متعددة، ليس معنى أننا نقول أن القرآن من يريد أن يفسر القرآن لابد أن يتوفر على هذه الشرائط، أننا نريد أن نحكر المعرفة والتفسير على طائفة، لا، ما أحد يقول هالكلام هذا. أحنا نحتكر معرفة القرآن وتفسير القرآن لما نقول فقط اللي يفسرون القرآن دونين أصحاب العمائم، مع احترامي، هذا معناه احتكار. لما نقول ليس لأحد أن يفسر القرآن إلا أصحاب العمائم، هذا هو الاحتكار. أما لما نقول بأنه من يريد أن يفسر القرآن لابد أن يتوفر على هذه المجموعة من الشرائط والمؤهلات، هذا ليس احتكار، إنما هو تضبيط. أنت لما تجي تريد تفسر لي القرآن لابد أن تتوفر على هذه المجموعة من الشرائط. ولذلك الروايات الواردة عن أهل البيت صلى الله وسلامه عليهم أكدت أنه أنا أعلم الناس بالقرآن، ما قال أنا قرآن حصر علي، قال أنا أعلم الناس بالقرآن، لأنني أعلم ما من آية نزلت في ليل أو في نهار، في سفر أو في حضر أو في قوم، إلا وكنت ماذا أعلم ناسخ منسوحة وخاصة من عامة ومحكمة من متشابهة. هي مجموعة أمور، قطعا هذه الأمور تؤثر على الظهور القرآني. أنت يتراءى لك في البداية أن الآية حسب ما يعطيها ظاهرها، ولكن لما تلاحظ مجموعة هي المؤثرات النتيجة تنعكس، الموضوع يتغير، يتبين المعنى شيء ماذا آخر. التفسير بالرأي هو هذا النموذج الثاني الذي نبتلى به الآن، وهو أن الإنسان لا يتوفر على المؤهلات ومجموع ما ذكره المفسرون في شرائط المفسر. راجعوا الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، ذكر فصل طويل عريض فيما يحتاجه المفسر، يعني هذا ما يحتاجه المفسر بحسب ما ذكره في الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، هذا نفسه رسالة في 60 ورقة 70 ورقة شرائط المفسر. الراغب الإصبهاني في مقدمة تفسيره جامع التفاسير ذكر ما يقرب من 30 شرطا. العلامة الطباطبائي في مقدمة تفسيره ذكر، الشيخ الطوسي رحمه الله في مقدمة تفسيره ذكر. ليش يذكرون هاي الشروط؟ حتى لا يقع من يريد أن يفسر القرآن في المطبات والمنزلقات والنتائج الخطيرة، لأنه من دون أن يتوفر على هذه الشرائط ينتهي به الفهم وينتهي به التفسير إلى الوقوع ماذا في تفسير القرآن بالرأي. فهذان نموذجان لتفسير القرآن بالرأي. لا يعني أختم حديثي، ظاهرا الوقت انتهى، يعني أختم حديثي بهذه النقطة. المهم مو كيف إن احنا نحيي القرآن، صحيح احنا نريد نحيي القرآن، نحيي معارف القرآن، نريد أن يكون للقرآن حضور في حياتنا، هذا ما نطالب به، هذه أمنية كل إنسان مسلم أن يكون للقرآن حضور في حياتنا، في حياتنا الثقافية، في حياتنا السياسية، في حياتنا الاجتماعية، في حياتنا الفردية،
في كل مسارات الحياة وكل أشكال الحياة أن يكون للقرآن حضوره، لكن فرق بين أن يكون القرآن حاضر بشكله الصحيح وأن يكون القرآن يحضر نتيجة التلاعب. لأن لما القرآن يفسر من دون التفسير الصحيح، معناه أنت تتلاعب في مفاهيم القرآن، تتلاعب في تعاليم القرآن. هذا التلاعب الموجود اللي الآن نشهده، يأتيك شخص ويفسر القرآن تفسيرات لا توافق اللغة ولا توافق إجماع المسلمين ولا توافق قواعد الفقه ولا توافق القواعد أبداً، يأتي من عندياته، تماماً من عندياته. هذا تفسير للقرآن أو تلاعب بالقرآن؟ هل هذا القرآن الذي ننشد حضوره في واقعنا أن يتلاعب بالقرآن وبمفاهيمه؟ بعض المفسرين جاء وحمل آيات الحجاب وقال أن الآيات التي تأمر نساء النبي والمؤمنات بالحجاب ليس المقصود به هذه قطعة القماش، وإنما المقصود بها حالة المنعة، أن تكون الفتاة بمستوى من المنعة أن تمنع أي إنسان يتحرش بها ولو تعرت. هذا تلاعب لمو تلاعب؟ هذا من أبرز التلاعب، أن تأتي وتخالف هذا الظهور وتقول أن المراد من آية الحجاب هو أن المرأة يعني أن تكون عندها مستوى من المنعة. من قال أن الحجاب هذا معناه لغة؟ ومن قال أنه المرأة إذا والعياذ بالله المكان يجال عن ذلك والحضور، إذا تعرت المرأة حصلت لها حالة المنعة وحفظت وجود، من يقول هذا؟ ومن يقول أن هذا مقصود القرآن؟ أنت مو قاعد تتكلم بمنطق القرآن، مو قاعد تتكلم بمنطق، أنت منطق هذا رأيك، هذا خب هذا رأيك. أما أن تقول أن هذا هو مقصود القرآن، هنا نقول لك ألف لا، ليس هذا هو مقصود القرآن. فأحنا لما نطالب بحضور القرآن، لما نطالب أن القرآن لابد أن يكون له حضور في حياتنا، حضور في كل مجالات الحياة ومرافق الحياة، فلا نطالب بحضور القرآن الذي يتم التلاعب فيه بتفسير آياته. كما أن المرجئة تلاعبت بالقرآن، كما أن القدرية الجبرية غيرهم تلاعبوا بالقرآن، وأنا وأنت نرفض هذا التلاعب، ولا نقول بأن هذه المفاهيم التي أسستها القدرية مبتنية على فهمها للقرآن والجبرية مبتنية على فهمها للقرآن، هذا هو الذي نريده. كذلك هذا التلاعب المعاصر اليوم اللي عشرات الكتب بعنوان قراءات وبعنوان تفسير وإلى آخره، والنتيجة أنه يخرج لنا غثيان وشيء يعني مهزلة. عشرات الكتب تطبع بعنوان قراءات وآراء، لكنها ما يعني يغيث النفس، شيء يعني مقرف واقعا. ليس هذا هو القرآن الذي نطالب بحضوره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم من العاملين بالقرآن الكريم، وأن يكون لنا القرآن شافعا يوم القيامة. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. شكر الجزيل لسماحة الشيخ الفاضل محمود العالي على ما أتحفنا به من معلومات قيمة في مدارس تفسير القرآن، ونسأل الله العلي القدير له دوام التوفيق والسداد. الحين قبل لا نفتح أسئلة الجمهور، نشوف مركزين كنتم ويا الشيخ في المحاضرة أو لا، وذي يسمح سماحة الشيخ يصحح الإجابة إلى الجمهور. السؤال يقول، هو المفروض سؤال سهل يعني، من مدارس تفسير القرآن اللي ذكرها الشيخ،
ذكر الشيخ تقريبا حوالي 3 مدارس من مدارس تفسير القرآن. مسهلين عليكم، أنا بكم تقولون 3 نبي تقولون مدرستين من المدارس اللي ذكرهم الشيخ. رفعوا ايدكم عشان سووا لي صلوات. بداية جزيل الشكر لسماحة الشيخ محمود العالي، الله يحفظكم، وكذلك جزيل الشكر للحضور الكرام. طبعاً سماحة الشيخ تطرق إلى المدارس في التفسير القرآن، وهي بالماثور والعقلية والرأي. أحسنتم، أحسنت. إحنا قلنا 2 بعقل 3 فيستاهل جائزة مقدمة من اللجنة المنظمة. الحين لضيق الوقت نستقبل حوالي 2 إذا أحد عنده أي سؤال إلى الشيخ. نشوف إذا في أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لسماحة الشيخ محمود العالي على اختيار الموضوع. في الحقيقة اختيار موفق، ولأول مرة أسمع بهذا الموضوع حقيقة. ذكرتم مدارس التفسير التي ذكرتها سالفا، هي التفسير بالمأثور والعقلية والرأي. بالنسبة للتفسير بالرأي، في ماذا يعتمدون على التفسير عندهم؟ هل يعتمدون على علوم اللغة مثل النحو والمجاز والبلاغة أم بالرأي فقط؟ يعني الشق الثاني، سؤال شيخنا بالنسبة إلى صاحب تفسير الميزان وصاحب تفسير البرهان، فأي مدرسة ندرجها التفسيرين؟ شكرا. أحسنتم. بالنسبة إلى التفسير بالرأي، لا يعتمدون لا على الأصول الصحيحة في تفسير القرآن ولا على القواعد، وإنما يعني تفسير من دون أن يعتمد على هذه القواعد، سواء كان في نموذج الأول اللي يجي بالمعتقد هو محمل بثم يخضع الآية إليه، أو الشكل الثاني أنه ما يتراءى له ابتداء من الظاهر يأخذ به. هذا هو التفسير بالرأي. علامة الطباطبائي رحمه الله حاول أن يكون يعني تفسير القرآن المشهور عند الناس أن هذا تفسير فلسفي. لا، علامة الطباطبائي ليس تفسيره تفسيرا فلسفيا، وإنما تفسير القرآن هو يعتمد أولا على ما يستفاد من اللفظ بحسب اللغة والمنهج اللغوي، ثم بعد ذلك يذكر الروايات ويقول أن هذا المعنى الذي يدل عليه أو تدل عليه المنهج اللغوي هو الذي تدل عليه الروايات. أو مثلا إذا كان الروايات تبين شيء آخر، يبين أن هذا المعنى بينته الرواية، لكن من باب أنه بيان المصداق ما يعرف في رأيه بنظرية الجري والتطبيق. فهو تفسير يعتمد على الظواهر من خلال المنهج اللغوي الصحيح مع الروايات، ثم هو يستعرض في الأثناء إلى مناقشات. الميزة في تفسير الميزان أنه حاول أن يعني يستخرج كنوز القرآن، الآية اللي فيها بحث اجتماعي يتعرض لهذا البحث الاجتماعي، الآية اللي فيها بحث عقائدي يتعرض لهذا البحث العقائدي، الآية التي تشير إلى جنبة فلسفية، فرق بين أنه هو يجي إلى هذه الآية تقول هذا يشير إلى قانون فلسفي في بينه، وبين أن يجي إلى القرآن بالأدوات الفلسفية ويفسرها. فالميزان هو تقريبا يمكن أن نستطيع أن نقول أنه هو يعني منهج متكامل، لأنه جمع بين التفسير بالمأثور الصحيح وبين التفسير بالنقل من حسب قواعد اللغة.
قبل لا نأخذ السؤال الثاني، ورد لنا شيخنا سؤال من لجنة الغدير للتعليم الديني. السؤال يقول: لماذا علينا مواجهة بعض المدارس أو التيارات التي تنتهج نهج محدد تجاه القرآن أو التفسير؟ أليس في كونها شاذة بحد ذاته تقزيم وتهميش لها، وبالتالي زوال تبعاتها؟ لماذا علينا مواجهتها؟ من الطبيعي أن الناس مو كلهم مستوى واحد. في الناس من هو صاحب مستوى علمي ومعرفي، وبالنتيجة يعرف أن هذا الرأي خطأ واشتباه، ولكن في الناس أيضا شريحة لا بأس بها، شريحة واسعة من الناس لا تمتلك هذا المستوى، فقد تنطلي عليها مثل هذه التفسيرات الباطلة للقرآن الكريم، إما ثقة في أصحابها أو اغترارا بهم إلى غير ذلك من العوامل. فهنا ما يكتفى أن تكون هذا الرأي رأي شاذ، رأي شاذ يميزه أصحاب العلم، يميزه المتخصصون أن هذا الرأي شاذ، ولكن غالب الناس بما أنهم لا يتوفرون على هذا المستوى والمعرفة، فمن الطبيعي أنه قد يختر، قد ينطلي عليه. فهنا هذا يعني يدخل تحت البدع، فإذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، وإلا فعليه لعنة الله. لا بد من وإلا الأئمة سلام الله عليهم لم يكتفوا بأن يكون هذا الرأي الشاذ، بل نددوا واستنكروا ووضحوا أن هذا المعنى لا يقصده القرآن الكريم. ما شاء الله تجد في تراث أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم التعريض بمن يفسر القرآن تفسيرا خطأ، تفسيرا غير صحيح، لا يتوافق مع علم العترة صلوات الله وسلامه عليهم، فلذلك يتصدون للإنكار على أصحاب هذه التفسيرات. أحسن سماحة الشيخ، نأخذ آخر سؤال من الجمهور. عليكم السلام ورحمة الله. ساك الله بالخير. ساكم الله بالخير. طول الله عمرك، مشكورين شيخنا على هذه الإبحام. أنا عندي سؤال شيخنا بالنسبة إلى المدارس اللي طرحتها، ولكن ما طرحت لنا مدرسة أهل البيت، مدرسة أهل البيت في التفسير، وإلى أي اتجاه تتجه؟ هل هو التفسير الموروث بعد تكمله شيخنا؟ بس بكمل التفسير الموروث، وهل تم يعني تواتر الرسول، أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع الأئمة عليهم السلام، بحيث أن شمل القرآن أجمع، أو لا زال هناك بعض الآيات في القرآن لم يشملها في بعض الروايات عندنا؟ يعني أحسنتم. يعني أنا القسم الثاني من المحاضرة مخصص إلى يعني مدرسة أهل البيت والقرآن، لكن بما أن الوقت ضيق، أنا في الحقيقة يعني المحاضرة فيما يرتبط هذا حاولت أن أختزلها تماما وأحذف الكثير حتى يعني بمقدار ما يسع الوقت، ولا هناك بقت جوانب كثيرة في أصل القسم الأول. أما القسم الثاني وهو أهل البيت وتفسير القرآن، فهذه محاضرة تحتاج إلى محاضرة مستقلة إذا وفق الله، دعوتوني مرة ثانية إن شاء الله. أما بالنسبة إلى ما تفضلتم به من سؤال ثاني وهو سؤال مهم، ما ورد عن روايات أهل البيت في تفسير القرآن على ثلاثة أقسام. بعض الروايات متواترة، نستطيع أن نقول متواترة في تفسير القرآن، لكن مساحتها قليلة. القسم الثاني روايات معتبرة، ليست متواترة لكن أسانيدها صحيحة. القسم الثالث هي روايات مشهورة، والروايات المشهورة والمعروفة أيضا حجة إلا إذا كان هناك إشكال في دلالتها. فهذه الروايات تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: روايات متواترة مساحة قليلة، روايات معتبرة السند وهي لا بأس بها، وعندنا روايات مشهورة، حديث مشهور يرد في تفسير الآية القرآنية. هذا الحديث المشهور يورث الاطمئنان، هو حجة، لكن لو فرضنا أن هناك مشكلة في دلالته تبقى هناك معالجات العلماء العلمية لمثل هذا القسم. الروايات الضعيفة، عندنا روايات ضعيفة جاءت في تفسير القرآن، لكن هذه الروايات الضعيفة
ما نستطيع أن نحكم عليها كلها بالقبول، ولا نستطيع أن نحكم عليها كلها بماذا؟ بعدم القبول، وإنما هذه موكولة إلى العلماء والفقهاء، هما بحسب الأدوات اللي يمتلكونها، بحسب قدرتهم الاستنباطية، يكون هذا الحديث ولو كان ضعيف سند لكنه يمكن أن يكون معتبر لقرائن وشواهد في تفسير الآية. هذا الحديث لا يمكن الاعتماد عليه لأنه ضعيف السند وليست له ما يقوي ضعفه، هذا موكول إلى البحوث العلمية بشكل مختصر. الله يسلمكم. أحسنتم شيخنا الفاضل، وأنتم كذلك أحسنتم. نشكركم، نشكر الشيخ ونشكركم سادة الحضور، نشكر جميع من حضر وساهم في نجاح هذه الليلة. وأما الآن في الختام أدعو كل من الشيخ علي سعد والشيخ حسين أبو ديب لتكريم سماحة الشيخ.